الله الرحمن الرحيم. يمكن قبل المعمعه بتاع النهارده بتاع مباراه تشيلسي ومانشستر سيتي، وكمان قبل حركه الدم اللي هتحصل في برشلونه في المساء، قلت اتكلم ونفكر كده مع بعض شويه. ناس كتير قوي بتتهمني ان انا بتكلم بسرعه. هو بصراحه ده مش اتهام، ده حقيقه. انا بتكلم بسرعه، ويمكن دي مشكله كبيره بالنسبه للناس اللي بتتفرج على الفيديوهات بتاعتي، غير ان هم اغلبيه الوقت بيقول لك يا ابني احنا ما بنجريش وراك، يا ابني بالراحه اتكلم بالراحه. المشكله بالنسبه لي ان انا ما بكتبش سكريبتات. في الموضوع ان انت ما بتكتبش سكريبتات ومعناه انك هتغلط كتير، ومعناه انك هتغلط كتير ومعناه انك تتكلم بسرعه. مش قله احترام مني للمشاهد، استغفر الله العظيم، انا مش عامل فيديوهات عشان اقلل فيها احترام للناس، بالعكس تماما. انا بتكلم بسرعه عشان خاطر بشوف ان عالم كره القدم اسهل بكتير من انك تعمل سكريبتات تتكلم عليها. مع احترامي للناس كتير قوي اللي شغاله في المجال بتكتب سكريبتات، انا بحبش اعمل سكريبت عشان خاطر ارضي فئه معينه من الجمهور بعد ما اتكلم على اي مباراه، لان شايف ان مش ده اللي بيكون تماما حصل جوه الملعب. مش معنى ان فرقه كسبت وانا بشجعها ان انا اطلع اقول ان كل الدنيا بالنسبه لي تمام. ده انا بشوف ان ده قمه في التطبيل بصراحه. هتقولي طب ما انت اغلب الفيديوهات بتاعتك اللي جايبه مشاهدات لحكيم زياش دي مش تطبيل. لا مش تطبيل، بس انت اللي عايز تفهم تطبيل براحتك. يعني لو حسيت ان كل الناس اتكلمت على حكيم وتطوره مع تشيلسي قرب يطبلوا، يبقى خلاص خدنا انا من منزله المطبلين. وناس كتير قوي بتقول لي ايه ام القماشه المباراه ايه بتعمل ايه. بص، هي دي انا كنت جايبها علشان خاطر اعمل بيها كروما، بس مع الاسف الشديد موضوع الكروما فشل عشان خاطر الاضاءه عندي هنا في البيت مش مظبوطه. قلت ربنا يكرمني ويجيلي فلوس واطور بيها بقى القناه، ونبدا نعمل استوديو ونجيب هنا حد يرسم جرافيك يرسم محمد صلاح وزياش ورياض محرز. والحمد لله اول ما جربت ان انا اعمل كده لقيت ان الدوره الاساسيه للمدربين نزلت، ان انا بقى لي 3 سنين بجري وراها. قلت حرام عليا ان انا اضيع فلوس الدوره على ان انا اعمل جرافيكتي على الحيطه. فاخدت الفلوس وده اشتركت بيهم في الدوره، وقلت نكمل في يوتيوب لحد ما ربنا ما يكرمنا ونشوف. لو جه ارباح نحاول نطور في القناه، لو ما جاش ارباح ادينا بنهبد يابا. حد دريان بينا، انا هعمل 250 فيديو وقربت على 300 فيديو. هل انا بعمل فيديوهات عشان خاطر الارباح والمشاهدات والكلام ده؟ ابسولوتلي. انا بعمل فيديوهات عشان خاطر انا بحب اتكلم في الكوره. ناس كتير ممكن تختلف معايا في ارائي، ما عنديش انا مشكله، بس ما تجيش تقولي والله دمك تقيل فما عجبنيش الفيديو. طب ما تسمع الاول الكلام اللي انا بقوله، يمكن الكلام يعجبك غير الشكل. يعني في ناس ما عندهاش ملكه الموهبه والكاريزما ان هي اول ما بتطلع على الكاميرا كده بتلاقي ان هي والله يا جماعه في حاجه حلوه، بس مع ذلك بتلاقي ان هما بيقدموا حاجه كويسه، وده موجود وامثله كتيره جدا موجوده على اليوتيوب. فمش تيجي على اخوك يعني وهتقولي والله شكلك وحش وما بيعجبنيش ودم امك تقيل. يلا اللي هو انا مش جاي هنا اقدم لك محتوى كوميدي عشان تقول لي دم امك تقيل، انا جاي هنا اتكلم في الكوره. وموضوع ان انا اهلاوي بلبس تيشيرتات الزمالك، انا قلت لك 7000 مره، انا شايف ان انا كره القدم في مصر ملهاش اي 60 علاقه بان انت تتعصب. يعني احنا بنتفرج على كره قدم موجوده من الخمسينات عندنا هنا في مصر. مفيش دوري محترم، مفيش جمهور، مفيش تصوير محترم، مفيش صورات تحليليه بتتكلم في تحليل بجد، مفيش اي حاجه. مش معنى ان انا هكون بجري مع الناس دي والله عصبيه وقاضيه، بالراحه كده وبسيط. اما موضوع ريال مدريد وبرشلونه دي قصه ثانيه خالص. ريال مدريد نادي اي حد في العالم يفتخر ان هو عنده التيشيرت بتاعه، ولا التيشيرت الابيض بصراحه بيكون بتاع ريال مدريد تصميمه حيل جدا وممتاز. فموضوع انك تلبس تيشيرت ريال مدريد وانت بتشجع برشلونه فدي ما فيهاش اي اسمها ايه؟ ضغينه خالص. اما موضوع بقى ان انت ممكن تخش على الفيديو بتاعي وما يعجبكش الاراء بتاعتي، فوالله عالم كرة القدم احلى حاجة فيه انك ممكن تلاقي اتنين مدربين واقفين على الخط مع بعض، كل واحد فيهم يقول له احنا هنغير فلان عشان فلان ده سيء وما بيأديش الدور اللي احنا عاطينه له، يقول لك لا سيبه ممكن في اي كرة تجيله يخلص الماتش. وده احلى حاجة في الكورة، ان مش كل واحد بيتفق على نفس الاراء. عايز ان انا اتفق معاك او مع 500 او 300 مشاهد يخش يتفرج على الفيديو؟ صعب جدا. كل السهل بالنسبة لنا ان احنا نحاول نتقبل اراء بعض. مش هيبقى في السياسة وفي الكورة وفي ارائنا وفي حياتنا مع بني ادمين لازم تكون معايا تكون ضدي. الكورة من الموضوع سهل جدا وبسيط، انا بقول حاجة انت بتقول حاجة، والله نحاول نوصل لنقطة اتفاق، لو ما وصلناش لنقطة اتفاق يبقى خير وبركة ان احنا اتكلمنا في موضوع ما يجيبش الحبس. قبل ما نتكلم في اي حاجه تجيب الحبس، ولو صعبان عليك حالي وشايف ان القناه محتاجه تطوير ممكن تعمل لايك، ولو ما عجبكش الحال وشايف ان انا عايز دم امي تقيل بصراحه ممكن تعمل سبسكرايب برضه وتنزل تحت تشتمني في الكومنتات. مفيش اي حاجه يابا، اخوك غلبان وحالته بتصعب على حرفين الكافر وقصات، والدنيا بالنسبه لي اسوء من احمد تي في.